أهل اليمن، من سلالاتهم ولد العرب، ومن ثقافتهم نبغ الأدب، ومن رجولتهم كانوا لنشر الدين سبب. أهل البلاغة والفصاحة، أهل الطلاقة والسماحة، أهل الحكمة والكرم، بنوا العرش قبل أن يبنى الهرم، وشهد لهم القرآن بقصة أرم، ولهم ثلاث آيات في الحرم، أخوال الرسول المختار، ومنهم معظم الصحابة الأخيار، ومن قتلوا مسيلمة وأعوانه الفجار، نساؤهم مسترات وبالحياء محجبات، ولن تجد فيهن متبرجات، ما عبدوا الأصنام أبدا، وقد أسلم ملكهم تبع قبل البعثة بسبعمائة عام. أهل اليمن أهل عزة بالحق وأنفه، ومن تكبر عليهم فقد قرب تلفه.